السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. تحية وحب وتقدير لحضراتكم، واسمحوا لي طبعا في البداية أشكر كل أصدقائنا ومحبينا اللي بيتابعونا سواء من خلال شاشة قناة المحور أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، أو كمان من خلال الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي. طبعا صفحتنا مطبخ عظيمة بنعرض عليها كل الوصفات اللي بنعملها على مدار الأسبوع، كل وصفة بتنزل بفيديو مستقل، وكمان كل شكل الأطباق اللي حضراتكم طلبتوه النهائي من خلال السوشيال ميديا هينزل شكل الطبق على الوصفة، عشان تبقوا شايفين الشكل النهائي للطبق، علشان ده طلب مهم لينا ولحضراتكم. احنا برضو بنعمل مجهود وعايزين نوريكم شكل الطبق، وعشان حضراتكم تشوفوا الشكل تقدروا تدخلوا تشوفوا الوصفة بتاعته شكلها عامل ازاي، من حقكم طبعا. طبعا بالنسبة لأي طلبات خاصة بحضراتكم أو يعني أي استفسار أي سؤال، من خلال الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي بنتم الرد عليها ان شاء الله على طول. تطبيقات حضراتكم دايما منوره معانا، ارجو بس تهتموا انكم تبعتوها دايما على طول عشان نستمتع بالتطبيقات الرائعه بتاعه حضراتكم. النهارده طبعا قبل ما ابدا يعني الوصفه دي او الوصفات اللي احنا هنعملها النهارده، في اهداء منهم لام جوزيف، هنعملها الصميت وهنعمل الدقه بالطريقه المصريه اللطيفه، وكمان بهدي لروان الصغيره الجميله اللي كلمتني وطلبت مننا كاب كيكس الشوفان، هنعملها النهارده ان شاء الله. لكن اسمحوا لي في البدايه اوصي كل امهاتنا وكل ابهاتنا وكل الناس الجمال اخواتنا، ارجوكم بعد اذنكم امشوا على الفيتامينز والمكملات الغذائيه التي تدعم جهاز المناعه وتعزز جهاز المناعه. بعتوا لي مسجز وقلتوا لي مش لاقيين كلوسيز، مش لاقيين بروش، لا هو هيبقى ان شاء الله احنا تواصلنا مع الشركه وفي رقم باذن الله هيبقى للتواصل او اللي انتوا حابين تطلبوا الاوردرز. بس انا اتفقت مع حضراتكم اي صيدليه بنتصل بيها بنقول لها عاوزين المنتج ده لازم الصيدلي يطلب من الشركه لها تجي له وتجيب له المنتج، بما انه الطلب من اكتر من عميل. وانا احاول احل النقطه دي معاهم، بس قوي يوصلني رد منهم. شركه اي ام دي للادويه من الشركات المحترمه جدا، بتقدم يعني الحقيقه منتجات وحاجات رائعة جدا، مش بس الكولوسيز والبروش، لكن أنا النهاردة معايا الكولوسيز، ولأنه هو بصراحة أنا بدأت أخده من كذا شهر بجد، أنا ماشي عليه فعلا يعني أنا وولادي مش أنا بس. كولوسيز كبسولة مكمل غذائي يحتوي على كبسولة فيها ثلاث أنواع من الفيتامينز المهمة جدا في تعزيز جهاز المناعة، منهم فيتامين ألف وفيتامين دال والأوميجا 3. وطبعا كلنا بنحتاج فيتامين ألف لأنه من الفيتامينز اللي بتحسن مناعة كل فتحات الجسم، وهو المطلوب يعني وظيفة العين وأغشية العين وأغشية الأنف وأغشية الفم، كمان بيحسن من وظيفة الجلد وده شيء مهم جدا احنا محتاجينه. بالنسبة لفيتامين دال، في ناس كتير قوي ما بتبقاش شعرة انها عندها نقص فيتامين دال الا ما تبدأ تحس شوية بإرهاق وشوية بوجع في العضلات، بيبقى ليه اثر نفس الاثار الاحساس بالتعب في العظم، لكن بيبقى ساعات الدكتور يقول اعملوا نقص فيتامين دال ويطلع فيه نقص فيتامين دال زي حالاتي كده ما حصل معايا من شهرين. الكولوسيس كمان في الاوميجا 3، وطبعا احنا اتفقنا ان الاوميجا 3 من الحاجات الهامة جدا لتعزيز جهاز المناعة وتقريبا للجهاز التنفسي والعصبي والهضمي، يعني تقريبا كده كل وظائف أجهزة الجسم تقريبا موجودة في الأوميجا 3. طبعا هو متوفر في الصيدليات وفي ناس لقوه، في ناس يمكن بعد ما تباع نقص شوية وهيبدأ ينزل تاني، ما تقلقوش. العلبة فيها ثلاث شرايط، الثلاث شرايط كل شريط بسعره 14 جنيه وربع. عايز اقول لحضراتكم احنا محتاجين ندعم مع الكولوسيز فيتامين سي، الزنك والبي 12 عشان يبقوا ست انواع من الفيتامينز اللي تدعم جهاز مناعتنا بشكل كويس جدا. اتمنى يا رب ان شاء الله هتلاقوه باذن الله، وانا اوعدكم ان انا هنزل رقم للتواصل قريبا باذن الله اول ما الشركه ترد عليا عشان تلاقوه. طيب نبدا بقى نتكلم على المنتج الثاني، وهو برضه من المنتجات التي تستحق الاحترام، والحقيقه الواحد في ظل يعني ايه الماركات الكتير والحاجات الكتير اللي بتنزل، وساعات بتبقى مش كل حاجه ماركه بتبقى فعاله او ملهاش سايد افكت او اثار جانبيه، لا بيبقى ليهم ساعات كتير جدا. خلينا بقى نتكلم عن البروش. بنقول بشكل بسيط انه كريم تفتيح للبشره يحتوي على مادة الكولاجين
مش بس الكولاجين، هو في 6 مواد او عناصر موجوده جوه الكريم ده من العناصر الطبيعيه 100%، وهذا ما في الموضوع حط تحتيه 100,000 خط، ان انا اقدر استخدمه اطفال يستخدموه، بنات شابات يستخدموه، كبار يستخدموه، فهو امن تماما على كل المراحل العمريه. طيب بيعمل ايه او يحتوي على ايه؟ يحتوي على الكولاجين، وطبعا احنا بنحتاج الكولاجين لانه من الحاجات اللي بتدعم جدا الخطوط اللي بتبدا تظهر عندنا لما بينقص الكولاجين، فبيبدا الشكل بقى يبان عليه تقدم السن، ونحس ان احنا الرياكشنات بتاعتنا بقت واضحه قوي فيها الكسرات والتجاعيدات البسيطه دي. لا طبعا ده بيحل المشكله جدا مع استخدامه. كمان عندنا الفيتامين سي، والفيتامين سي زي ما اتفقنا برضو من الحاجات اللي هي بتحمي من اشعه الشمس، وجوده في اي برودكت بيحمي جدا من اشعه الشمس، وده حاجه مهمه بالنسبه لنا برضو. عندنا خلاصه الليكوريش او خلاصه العرق سوس اللي بتساعد على تجديد الخلايا التالفة من البشرة، وده حاجة مهمة جدا واحنا محتاجينها. كمان حمض الكوجيك، وهو الكوجيك أسيد ده بيفتح وبيبيض، يعني الحتة الجزئية بتاعته هي التفتيح والتبييض، علشان كده هو موجود. طبعا كل ده من العناصر الموجودة جوه براش. والبانسينول، وطبعا البانسينول احنا كلنا حضراتكم عارفينه أكيد، بيستخدم في كريمات كتير للعناية بالبشرة اللي هي تقريبا بتبقى مضادة للشيخوخة، وكمان بيستخدم في الكريمات الخاصة بعلاج الحروق والجروح والخدوش أو الحاجات اللي ليها تعقيم. يعني أنا ابني مثلا لو اتعور هطهر الأول وبعدين ممكن أحط له البانسينول يبدأ يلئم ويطهر السطح بتاع الجلد. اتمنى يا رب حضراتكم تلاقوه ان شاء الله، واحنا زي ما اتفقنا نحل المشكله اللي واقفه مع حضراتكم دي، ما تقلقوش خالص، عنيا ليكم. وخلوا بالكم براش سعره في متناول الجميع، نقدر نستمر عليه فتره طويله، سعره 49 جنيه ونص العبوه بتاعته. دلوقتي بقى هنتكلم كمان عن شهرزاد. شهرزاد دايما مش بنساها لانها من يعني المصانع اللي احنا زرناها اللي ليها كده ايه يعني طابع خاص في التعامل، في الكونسبت اللي بتفكر بيه وطريقه الشغل على هذه المنظومه. فهو من المصانع التي تستحق الاحترام جدا، يعني بقول اللي هو ايه اللي بيميزه عن غيره، ان احنا يمكن شفنا وعرفنا التفاصيل اللي بتفرق اي منتج فروزن عن الحاجات الفريش، وبعدين قلنا طب ايه اللي يفرق المنتج ده عن اي منتج تاني. فطبعا لقينا في عوامل كتيرة جدا جدا لازم حضراتكم يعني عشان تبقوا شفتوا برؤية العين زي ما احنا دخلنا المصنع وشفنا. وطبعا بشكر كل اصدقائنا اللي شافوا الحلقة ونالوا الاستحسان وقالوا لنا بنشكركم، والمصنع قد ايه نظيف والناس دي قد ايه محترمة. انا بشكر حضراتكم للثقة الغالية، وانا حبيت ان انا ادخل المكان ده احنا كقناة المحور قبل ما يبقى معانا كسبونسر، لانه تشوفوا بعينكم احنا مين اللي معانا وهو يستحق انه حضراتكم تجربوه ولا لا. طبعا كل منتجاته رائعة، مش بس الخضروات والفواكه، لانه عنده كمان المانجا والفراولة والجوافة في انواع تانية. الخضروات بدأت تاخد معاه شكل جميل، البروكلي والارنبيت والبامية، حتى البامية الويكة، احنا ان شاء الله نعمل وصفة بالبامية حلوة قوي الاسبوع اللي جاي بفضل الله بالبامية الويكة، ان شاء الله تعجب حضراتكم، من حاجات شهرزاد الرائعة. اتمنى رب تلاقوها وموجود دلوقتي في كل الهايبرز والسوبر ماركتس. نبدأ بقى نقول حلقتنا. طبعا روان حبيبتي صغيرة طلبت وصفات بالشوفان، وانا روان حبيبتي النهارده هعمل لك وصفه كب كيك بالشوفان، بس هدخلك فيه الموز عشان يبقى فيه حاجات كده صحيه كتير بتحبيها وتبقي تاخدي منه اكبر كم من الفيتامينز والحاجات المفيده. وطبعا بشكر زي ما قلت لك مامتك الجميله في الثقافه الحلوه دي عن دي الشوفان. تعالوا بقى نقول الوصفه بتاعتنا. عندي للكب كيك اللي بالشوفان، انا هعمله بالشوفان والموز لانه الموز من الحاجات الرائعه جدا تدخل في الكيكس، وكمان فوائده كتيره جدا، ويا سلام لو الموز ده استوى عندي بنسبه كبيره يبقى احسن واحسن. طيب عندي بقى كوبايه وربع من الدقيق، كوبايه شوفان مطحون ناعم، لو عندي الشوفان كشور هطحنه عادي، موزتين مهروسين، موزتين زي حجم الموزه دي تقريبا، يعني لو عندي من الموز الصغير هاخد 3 موزات منها، 4 بيضات، كوبايه من الزبادي، وعندي 3 معالق كبار من العسل الابيض، انا مش عايزه احط سكر، وينفع مكان العسل الابيض دبس التمر بيبقى اروع. عندي معلقه صغيره من الفانيليا، وعندي معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وللتزيين هحط اي نطس هي بتحبها، يعني العين الجمل حلو، عندي زبيب، عندي شوكولاته دارك متقطعه بطعم حلو، الشوكليت اللي هي الخام اللي بيبقى فيها نسبه الكاكاو 70% بتبقى جميله جدا في انواع طعمها حلو قوي موجوده في السوق، والزبيب ممكن مكان الزبيب احط فواكه مجففه زي المشمشيه او القراصيه، يعني براحتكم. فانا حابه ادعم الوصفه دي بصراحه
بصراحه كاني بعملها بالظبط في البيت عشان روان الجميله دي. انا بحب الاطفال جدا جدا. هبدا بقى اول حاجه هنا، بسم الله. اوكي، هاخد كده عندي بوله، خليني اخد البوله مثلا الطبق ده الاول اهرس فيه الموز. اول حاجه هعملها بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشوفان فوائده كتيره جدا. هبدا كده اقشر الموز، هاخد الثلاث موزات اهرسهم الاول في طبق كده عشان دول انا هاخدهم زي معجون. واتفقنا ان احنا اي حاجه مش عايزين ندخل فيها البيض، مثلا اي كيك حابينه مش عايزين ندخل فيه البيض، دخلوا فيه فواكه مهروسه. طيب انا معايا تليفون، معايا ام جوزيف حبيبتي. صباح الفل. صباح العسل عليك يا شيف عظيم، ازيك يا حبيبتي؟ صباح الفل عليك يا حبيبتي. حبيبتي ربنا ما يحرمني منك يا رب ويخليك يا عمري. ولا منك والله يا حبيبه قلبي. تسلم ايديك والحلقه الجميله التحفه اللي عاملاها النهارده، انا بشكرك عليها فعلا. يا رب يخليكي ليا يا حبيبتي. انت على طول سريعه الطلب يا شيف عظيم، ربنا يحميكي يا رب. والله انا ما اقدرش، انتوا اغلى الناس عندي، علوا لي الصوت بعد اذنكم لو سمحتوا. حبيبتي حبيبتي انا عارفه طبعا، انا عارفه غلاوتك يا ست الكل. في الودني. بص طيب يا شيف عظيم، طعميه العدس اللي عملتيها كنت حاطه عدس صافي ولا عدس وعليها حاجه ثانيه العدس؟ لا معلش انا مش سامعه، ممكن يبقى الصوت كمان من خلال ودني لو سمحتوا، من ايربيس بعد اذنكم. قولي لي يا ام جوزيف، معلش ما سمعتكيش. لا انا عايزه اعرف السؤال ايه بعد اذنكم. حاولي تكلمينا يا ام جوزيف عشان انا عايزه اعرف انت سالتيني سؤال عايزه اجاوبك عليه. هي معانا. طيب ام جوزيف حبيبتي معاكي. معاكي يا حبيبتي. قولي لي العدس اللي عملتيه الاسبوع اللي فات، عملتيه طعميه. انا عندي نص كيلو عدس، احط عليه ما اي فول مدشوش ولا هو عدس صافي؟ عدس بس. عدس بس. عدس بس مع البصل والخضره والحاجات، عدس بس. يعني نص كيلو عدس احط عليه مثلا بصلايه واحده كبيره وفصوص ثوم والخضره الحلوه بتاعه الطعميه، ولو عندنا عودين كرات ماشي طبعاً. والكمون بقى والكزبره والحاجات الحلوه طلعت رائعه. اديكي شفتيها، ده عدس فقط صافي. جميله، شفتها جميله وانا هعملها. وطعمها كان رائع والله. لو عايزه تديها قرن فلفل حامي ماشي. انا نسيت بس حبيت اسال تاني اتاكد عشان تكون حاطه حاجه مع العدس تاني. يا حبيبتي لا مفيش ولا حاجه ضفتها مع العدس، عدس اصفر بس مع الخضره والبصل والثوم. ان شاء الله النهارده هعملها النهارده. تسلم ايديك يا عمري. يا حبيبتي قولي لي رايك بقى، ان شاء الله تعجبك يا رب يا ام جوزيف. كل حاجه حلوه بتعمليها وفي احلى من اللي بتعمليها شيف عظيمه. ايدك اللي تتلف في حرير، ربنا يحميك ويسعدك يا رب. يخليك وتسلمي لي ويسلم ذوقك والله. ربنا يجعلني دايما عند حسن الظن. ام سلام بنقول لها البيه في حياتك الحاج محمد ومعاليه كل اخر الاحزان يا رب. يا امين يا رب العالمين. امين يا حبيبتي امين. احنا طبعا بنعزي برضو الحاج محمد وهو يعني ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وبنعزي اسرته وبنعزي مي وميار علشان نقول لهم ربنا يرحم بابا. حبيبتي اكيد هو في مكان احسن، ويعني البركة في ماما ربنا يديها الصحة، والبركة في امه اسلام وفي اسلام ان شاء الله. دلوقتي بقى انا حطيت البيض، هاخد كده الفانيليا وهنزلها هنا. وبما اني انا مش حاطه سكر فاول حاجه هضيفها مع البيض هي الحاجه المسكره وهو العسل. هحط كده معلقتين كبار من العسل الابيض، وينفع دبس التمر زي ما اتفقنا. اوكي اهو. وبعدين هاخد الموز اللي احنا عملناه بيوري ده اهو، هنزله هنا كده. ثلاث الموزات الحلوين دول، وهبدا كده اخلط خلطه خفيفه بسم الله. وهنا عندي الدقيق اللي اتفقنا عليه الابيض، وعندي دقيق الشوفان اهو، او الشوفان اللي هو ده الرقائق، وانا طحنته في الطحانه عادي جدا مفيش اي مشكله، نطحنه ويبقى دقيق عندنا شوفان اذا ما توفرش دقيق الشوفان اللي هو لقيتوه. هحط نوعين الدقيق كده على بعض واحط معاهم البيكنج باودر، وبعدين هاخد رشه ملح خفيفه قوي، وهروح هنا. ريحه الموز رائعه. هاخد بقى اول حاجه الزبادي بسم الله، الله. وبعدين هضيف الدقيق مع البيكنج باودر شويه شويه
اول ما اخلص دي على طول كده. بصوا بقى نوعين الدقيق، ادي الشوفان ودي الابيض والبيكنج باودر وذره الملح. بيطير ماشي. هعمل كده وبعدين هضيف انا جوه العين الجمل وشويه من الزبيب. عايزين تدوا تاتش قرفه لو حابين ماشي، مش حابين مش مهم. وادي الزبيب وعندي تشوكلت شيبس برضو، هحط شويه جوه المعيار وهسيب شويه ازين بيهم وخلاص الكب كيك. خليني بقى ايه، بسم الله، ارفع كده وهنزل بالسباتولا كده هنا. اوكي تمام. واخد بقى ايه اللي في بسم الله الرحمن الرحيم، حط بس منديل هنا عشان ما يوقعش كده. وهاخد بقى اقلب هنا واجهز القالب بتاع الكب كيك. ينفع تتعمل في كيك يعني قالب كيك عادي؟ ينفع. طيب هقلب كده تقليبه حلوه واوري حضراتكم ريحته روعه، وعايز اقول لكم هيطلع كيك كب كيكس هتبقى جميله جدا وهتعجبكم قوي. ايه ده الخليط اهو، ده شكله. وهجيب القالب اولا، دي الاكواب الورقيه بتتباع طبعا في كل السوبر ماركتس او في اماكن مستحضرات الحلواني. هبدا بقى اجيب كده، عايزين تعملوه كله مقاس واحد. هناخد معلقه الايس كريم، معلقه الايس كريم دي نتكلم بقى كمان مع بعض دلوقتي. اجيب بس معلقه كده، لو عايزينها تبقى كلها نفس المعيار مثلا يعني، هاخد كده وابدا املى، بملى مثلا حوالي التلتين عشان هو طبعا في دقيق شوفان، دقيق الشوفان ما بيعلاش قوي، لكن كمان في دقيق ابيض. انا ممكن اطلع لكم ده واعكس عشان انتوا تشوفوا صح كده احسن. نتكلم بقى على فوائد دقيق الشوفان. اولا هو طبعا مجموعة فيتامين بي كلها بتساعد في ايه؟ في عمليات انتاج الطاقة، يعني اي واحد عايز ياخد باور بيحبوا ياخدوا قوي حاجات الشوفان دي الصبح جدا، عشان بتساعد على ان يبقى فيه انرجي حلوة في الجسم كده. والعديد طبعا من بقى ايه؟ عايز اقول لكم بقى ايه، مش بس فيتامينز بقى، لا كمان حديد وفسفور، في حاجات كتير، مغنيسيوم ونحاس، كل حاجة كل حاجة فيها، وكالسيوم كمان على فكرة. كل مجموعة فيتامين بي، مش بس حاجة معينة منه، كل مجموعة فيتامين بي موجودة فيه. الحمد لله على السلامة. بصوا بقى، في ناس كتير لما بتحب تعمل دايت بيكتب لهم الدكتور حاجات بالشوفان، وده ليه بقى؟ عشان ده انا عرفته طبعا لما اخدت يعني ما ذاكرت كويس، انه بيقلل الدهون اللي بتبقى داخله جوه الجسم، لانه كمان مليء بالالياف فبيحسس بالشبع فتره طويله، برضو دي من الحاجات الحلوه. بصوا الكميه دي تعمل حوالي قليبين، القالب ده حوالي 12 واحده، هيعمل 24 واحده من الكب كيكس المعيار ده. وطبعا الفرن انا بسخنه قبل بحوالي 10 دقائق ولا حاجه، وهبدا املى كده. وفي الاخر انا ممكن احط شوكليت شيبس برضو في التجميل على الوش علشان خاطر الريحه تحفه. مستنيه تطلع بقى معانا دلوقتي حبيبتي فراوله. عامله ايه يا فراولتي؟ صباح الفل. يا صباح الجمال، ازيك يا عزيمه؟ صباح الفل عليك يا فراوله. انت عامله ايه يا زوزو؟ انا عامله كب كيك بالشوفان بألف هنا. ناقصنا بقى فراولية حلوة وشوية صوص شوكولاتة بناكلها هم. ايوه حطي فراولية يا حبيبتي. ألف هنا وتسلم إيدك. كل سنة وحفيدتك الغالية فرودي طيبة ومليون صحة وسلامة. كنت هقول لك والله. هو أنا أقدر أنسى يا قمر؟ حبيبتي حبيبتي ابعت لها تهنئة بعد. أبعت تهنئة يا فريدة، ربنا يخليكي لتيتا حبيبتك ولمامتك الجميلة، وتشوفك عروسة حبيبتي ونحضر الفرح إن شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. امين يا رب العالمين. سلامي بقى للمخرج بتاعنا. تسلمي. وشيرين وروان الجميله، وببعت تعازي لام اسلام في الحاج محمد.
يا حبيبتي، ربنا يخليك ويجعلها آخر الأحزان وما نعزكوش في عزيز ولا غالي يا رب، وربنا يرحمه برحمته ويجعل مثواه الجنة فعلا يعني. وشكرا لكل إنسانة جميلة زي أم إسلام، هتبقى حما، هتبقى أم مش حما. أنا بوجه لها تحية. عسل عسل، بوجه لها تحية. ربنا يبارك فيكم كلكم يا فراولة والله. الله يخليك. بقول لك يا عزيمة، اتفضلي. دلوقتي أنا لا لاقية شعر زيت ولا كولوسيز ولا برش، طب اعمل ايه بقى؟ شهر زايد موجود وقالوا لي في اسكندريه، انا هتواصل النهارده واقول لك فين في اسكندريه، لكن موجود. والكولوسيز؟ كولوسيز موجود، في ناس لقيته وبعتوا لي، بس احنا عايزين ندعم اكتر يعني. هم نزلوا في مناطق واتسحب، وبعدين هم عاوزين ينزلوا تاني، فهم هيبداوا لي. احنا في المرحله دي اوريدي، وعشان كده في ناس بتسال. حاضر، لكن في برضو اوردرات عن طريق رقم احد الارقام، خلينا نوصل للرقم ده عشان ننزله على الصفحه، يبقى في سهوله ليكم في طلب الاوردرات. عينيا ليكوا يا فراوله والله. حاضر، من عيني. وطبعا الكب كيك ده على شرف روان الصغيره، وعقبال ما نشوفك عروسه يا روان ان شاء الله. طيب هدخله فرن 180 على الشبكه في النص، بسم الله اهو، وهياخد حوالي من 12 دقيقه بالكتير ربع ساعه على حسب درجه حراره الفرن. الشوفان كدقيق ما بياخدش وقت كتير وما بيعلاش بنسبه كبيره، بس انا لما بحط معاه الدقيق الابيض عشان يساعد يبقى واخد البومبي والشكل الحلو بتاع الكب كيك. هستسمح حضراتكم بقى، نطلع فاصل نرجع نعمل الصميت لام جوزيف وشويه الدقه الحلوه دي جنبهم، ولكن بعد الفاصل مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي هقول عجينه البقسماط في السريع عشان نلحق نعملها، وبعدين نقفل الدقه. سلقنا شويه بيض كده وعملنا شويه طماطم، هنرش عليهم شويه دقه ونشوف كده الاكله الجميله دي ممكن يعني تفتح النفس. فالواحد ملوش نفس ياكل اي حاجه. طيب البقسماط عندي 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه زيت، معلقه كبيره خميره فوريه، ربع معلقه ملح، معلقه صغيره سكر، كوبايه ميه دافيه، والوش سمسم. السمسم انا عندي اختيارين ليه عشان يلزق كويس، اما زي ما عملنا البرازق بمعلقه عسل ابيض وشويه ميه وتلزق فيه، او معلقه شويه عسل اسود معلقتين يتخففوا باربع معالق ميه وبرضه تلزق فيه. اول حاجه هعملها ان انا هاخد اللبن الباودر على الدقيق والخميره، كل المكونات الجافه، والملح، السميد. انا قلت البقسماط، طب معلش نزلوا السميد. يلا ده هي دي مقادير السميد. طيب نقولها، معلش احنا نزلنا مقادير البقسماط. مقادير السميد 4 كوبايات دقيق، 4 معالق كبار لبن بودره، وربع كوبايه زيت، معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كبيره سكر، ونص معلقه صغيره ملح، و طبعا عندنا سمسم زي ما اتفقنا، عندنا معلقه كبيره خل بتخلي العجينه كده كريسبي وهشه شويه، كوبايه ميه دافيه حسب نوع الدقيق، ممكن تزيد وممكن تقل، الوش عسل اسود وميه وسمسم زي ما اتفقنا، او يبقى عسل ابيض وميه وسمسم. هاخد كده، انا هحط بس شويه سمسم صغيرين جوه العجينه، حاجه بسيطه قوي، حاجه بسيطه، وهحط هنا شويه ملح حاجه بسيطه. يبقى حطيت اللبن البودره والخميره وكل حاجة، وبعدين هبدأ أقلب كده، وهحط كل المكونات الجافة دي. هيبقى باقي عندي الزيت، الربع كوباية الزيت، يبقى دول 4 كوبايات من الدقيق. ننزل المقادير مرة تانية جنب الشاشة لو سمحتوا. السميد، ده السميد 4 كوبايات من الدقيق، قولوا لي يلا وأنا شغالة. وأدي معلقة الخل الجميلة، وأدي ربع كوباية الزيت، يبقى 4 كوبايات دقيق، 4 معالق كبار لبن بودره، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره سكر، نص معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره خل، كوبايه ميه او اكتر على حسب العجين ونوع الدقيق، وللوش عسل اسود او عسل ابيض، وميه وسمسم، الاثنين ينفعوا. طيب هرجع بقى هنا اخد شويه ميه فتره، بسم الله الرحمن الرحيم، حطينا كل المكونات ونبدأ نعجن. العجينة دي لازم تخمر على الأقل ساعة، بسم الله.
لحد ما ميه دافيه. بصوا بقى ما شاء الله العجينه جميله جدا. انا بقى عايزاها ايه؟ سنه. انا هديها طبعا نقطه دقيقه هفرش عليها، بس انا عايزاها تبقى كده فيها سنه. بصوا لمت في الطبق او الحله بتاعت العجان كويس، بعد ما انا حسيت انها كان الميه زادت فيها. ما نتخدعش وما نلحقش بسرعه نجري نحط دقيق علشان تظبط معانا، لا هنسيبها لحد ما تلم تماما لوحدها وتاخد وقتها. هاخد بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم رشه كده من الدقيق هنا، وهنزل العجينه، وطبعا هطلع الخمرانه اهي. عجينه جميله، بصوا جميله حلوه ازاي. اهم حاجه فيها بقى التخمير الاول، ان هي بتتخمر تخمير تاني. التخمير التاني ده امتى؟ لما اجي اشكلها واحطها على الصاج. هسيبها شويه ترتاح، وبعدين ادي الكب كيك. عايزه بس اهدي الشوايه بس سريعا. كب كيك اهو، وعايزين نشيله علشان الشوايه ما تلسعوش اكتر من كده. شغاله هنا، احنا هنشغل فرن بس ومروحه، مش عايزين الشوايه خالص. اوكي هعمل كده، وادي العجينه الحلوه دي هلمها. هي ناعمه ومش مستحمله، يعني انا ضربتها بشكل جميل جدا. الله 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 الله, الله. هتاخد معايا حوالي ساعه تخمر كويس بشكل جميل. وبعدين هعمل ايه بقى؟ هطلع اللي خمرت بعد ساعه. بصوا جميله ازاي، حلوه قوي. ناخد بقى العجينه دي بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اطلع بس الكب كيكس. اوكي هنا، وهبدا بقى. ريحته روعه. بصوا دي خمرت، وهاخد وانا بطلع العجينه الحلوه دي وابدا اشكلها حبيبه قلبي مدام ناديه. صباح الفل. خير يا زول، عامله ايه؟ ازاي حضرتك مدام ناديه الغاليه؟ صباح الجمال عليكي يا حبيبتي، عامله ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله. انا بقى قلدتك في المحشي. كان عندي باقي خلطه، رحت قلت انا هعمل زي مدام ناديه النهارده. رحت جايبه بقى حته لحمه مفرومه وعودين بقدونس وعودين شبت وكزبره وعودين نعناع، ودخلتهم بقى في الفلفل والكوسه اللي عندي. الف الف هنا وشفا يا حبيبي. يا رب خليكي لينا مدام ناديه والله. انت ما شاء الله عليكي في المعجنات يا زوز، ده صراحه جميله ما شاء الله. يا روح قلبي، ده شرف ليا والله. لا بجد والله، دي شهاده على راسي يا حبيبتي. ايديكي حبيبه قلبي. ازاي حضرتك؟ من حاجه والله. وازاي اسرتك؟ وازاي اسره البرنامج؟ يا رب تكونوا جميعا بخير يا رب. بيسلموا على حضرتك كتير جدا. وازاي اولادك وكلكم بخير؟ الحمد لله، فضل الله وفضل دعواتكم. دايما بعد اذنك بس عزم اسلام يعني. اتفضلي حبيبه قلبي، ما نعزكيش في عزيز ولا غالي مدام ناديه. معلش ان شاء الله يجعلها اخر الاحزان. أمين. والبقاء لله يا حبيبتي. أمين. وربنا يسعد لها اسلام ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ويكمل له على خير باذن الله يا حبيبتي. امين يا حبيبي. ربنا ما يورينا حاجه وحشه فيكم جميعا يا رب. امين يا رب. ولا في حضرتك ولا في اسرتك ولا الساده المشاهدين ولا السامعين اجمعين. حبيبه قلبي تسلم ايديك على كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا روح قلبي، انتم مدلعيني. صباحكم بكل خير يا رب. امين، احنا وحضرتك وكل السامعين يا رب العالمين. حبيبتي مع الف سلامه. في حفظ الله يا فندم، مع الف سلامه مدام نادي. بصوا بقى عايزه دي ممكن تبقى سميته صغنونه. خلوا بالكم السميت ده اصله يا تركي ويروناني، في ناس فاكراه مصري، هو مش مصري الحقيقه. على فكره هو الفكره في السميط الدايره دي، بس عشان تبقوا عارفين فكره طوق النجاه، ان هم كانوا بيقولوا بالتركي ان طوق النجاه اللي بترمي الله اكبر يعني بعيد عنكم اللي حد بيغرق سميط، فعشان كده تسمى ايه سميط. دي كده، وممكن نعمل وحدات ظريفة كده، ونعمل واحدة كبيرة لو انتوا عايزين تعملوا مقاسات صغيرة. على فكرة هو هيتضاعف حجمه لان احنا هنسيبه شوية، وممكن اعمل واحدة من ثلاث وحدات تبقى واحدة كبيرة. انتوا بقى عايزين تعملوا سميط كبير اوكي، تعملوه سميط وسط اوكي، تتخنوه ماشي، تخلوه رفيع ومقرمش ماشي. دي في الاخر اختيارات حضراتكم واذواقكم الخاصة. طيب الدقة هننزل برضو مقاديرها لان هقفلها بعد السميط على طول.
الدقه من الحاجات الجميله، هعملها على الطريقه بتاعتنا التقليديه، واوعدكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نعمل الدقه بالنوى المشمش، علشان نقدمها مع شويه بطاطس محمره مختلفه، شويه النهارده هرشها على الطماطم. تعالوا بقى ناخد معانا مدام روحيه حبيبه قلبي. صباح الفل مدام روحيه. صباح الفل حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك اليومين دول؟ وحشاني يا عظيمه. يا رب يخليكي، ما تشوفيش وحش ابدا يا رب. ما تشوفيش عننا ابدا يا عظيم. ربنا يخليكي لينا يا رب. تسلميلي وتسلم ايدك على صميتي اللي بتعمليه دوت، وانا مستنيه الدقه. انا قلت هتعمليها بالمشمش النهارده حالا. انا بس الفرق ان حضرتك هتعملي نوى المشمش، هتكسريها وتاخدي القلب وتحمصيه شويه. حمصايه يا خلاص، وبعدين تضيفي عليه بقى الاضافات دي لو عندك شويه حمص كمان، حمص بتاع المقله. المر مش عارفه ليه كده بدوب الاقيه مر ليه. ما احنا مش عايزين نحط منه كميه كبيره. عشان هو مر. ماشي. يا ام اسلام في حاجه عندها؟ يعني حما ابنها اتوفى. البقاء لله ونعمه بالله. يا حبيبه قلبي تسلمي لنا. انا سمعتها في الاخر ناديه وهي بتقول، فمش قلت مين يعني. ربنا يخليك يا رب. وميرسي ميرسي ميرسي لحضراتكم، ميرسي على يعني ربنا يديم المحبه، وما نعزكوش في عزيز ولا غالي مدام روحيه. تسلموا لنا والله، كفايه روحكم الجميله دي. احنا يعني مش عارفه اقول لكم ايه، ربنا يخليكم لينا، ودايما نتعلم منكم كل حاجه حلوه، والاصول والواجبات والحاجات الجميله دي، لمسات الواحد افتقدها مع الوقت يعني. انا حطيت بس العسل، خفيته شويه. معانا ام رامي. صباح الفل ام رامي حبيبتي. صباح الفل. الو الو. اهلا وسهلا. صباح الورد. صباح الفل عليك يا حبيبتي. ازيك يا قمر؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، الحمد لله. تسلم ايديكي على المعجنات الجميله دي. تسلمي يا رب، ميرسي لذوقك. كل حاجه بتعمليها جميله جميله جميله. يا رب يخليكي حبيبه قلبي، تسلمي لنا. ربنا يحسن ما بينك. كلكم ذوق يا رب. حبيبتي ربنا يخليك، تسلم وقفتك الجميله دي. تسلمي يا رب يا ام رامي. مالكيش اي طلب يا حبيبه قلبي؟ حبيبه قلبي مش مخليانا بجد، عايزين اي حاجه. ربنا يخليكوا ليا يا رب. والله بنعزم واسلام و حبيبتي كتر الف خيرك. البقاء لله ونعمه بالله. ونعمه بالله حبيبتي، اسلمي لي. شكرا ليكوا، شكرا ليكوا، والبركه يعني يا رب كده دايما تفضل في الذريه الصالحه ان شاء الله. انا دلوقتي هدخل ده الفرن، حراره 180، هياخد 25 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن. اهو ده انا عاملاه كده سميت سميت يعني المقرمش. تعالوا بقى نطلع كمان. عايزه بس بعد اذنكم الجبنه والحاجه بتاعتي، عايزه بس اقفل الدقه بسرعه. بصوا الدقه، احنا هنحط كل الحاجات على بعض. عندي كالاتي للدقه، عندي للدقه حاجه جميله قوي اللي هي سمسم. السمسم بيبقى مجروش يا جماعه، بنديله نص جرشه يعني بتحسه بطعمه بس ميبقاش صحيح. اهو بصوا بنحط كميه سمسم حلوه كده. وعندي فول سوداني، يا ريت تطحنوه عن كده برضو، بس احنا ايه عاملينه مجروش شويه يبقى كده محسوس. وطبعا كمون، شويه نعناع وده اختياري، كزبره طبعا اساسيه، وشويه بابريكا او شطه لو حابين، اللي مش حابب شطه يحط بابريكا. وادي الشطه، وهحط دلوقتي الملح. ودلوقتي بقى هنقدم كمان جنبها كده ايه، جنب الصميت الحلو ده، شويه جبنه وشويه بيض مسلوق وطماطم. وخلاص هنقلب بقى كده، واخر حاجه الملح اهو. لا عايز يضيف بقى ايه رشه اهو، شويه ملح. هنقلب بقى الدقه الحلوه دي كده مع بعض. ادي الدقه القمر، وادي الطبق بتاعنا اهو. هنقدم الريحه روعه، الريحه روعه ما شاء الله اهو. وتعالوا بقى نحط هنا شوية الدقة الحلوة دي، رشوا بقى على بطاطس. عايزين تكسروا السوداني ده وتخلوه ناعم ويتحط مع السمسم، ماشي. بصوا الجمال اهو، ادي الدقة اللي هنقدمها مع السميط. ودلوقتي بقى ممكن اخد رشة كده، بصوا على الطماطم ها اللي احنا حاطينها هنا جميلة كده، او رشه كمان على الجبنه الحلوه دي قبل ما ناكل منها مع رشه زيت زيتون.
وغمسوا بقى ونقنقوا كده في العشاء في الفطار زي ما يعجبكم، وصحه وهنا على قلب حضراتكم، واتمنى يا رب الوصفات النهارده تكون نالت اعجابكم، واتمنى من الله من هنا لحلقه جديده اشوفكم على الف خير. وطبعا رايحين دلوقتي للفقره الطبيه، معانا دكتور اكرم غانم هيتكلم معانا في شويه استفسارات حضراتكم كنتوا حابين تسالوا عنها، اتمنى يا رب ان شاء الله تنول اعجابكم، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل، بحاول اغري دكتور اكرم غانم اللي مشرفني ومنورني النهارده في الاستوديو، المستشار الطبي لشركه اي ام دي للادويه بالكيك الحلوه اللي احنا عملناها دي، لكن ايه نصبح تم الاغراء تماما صباح الكفاءه. نورتنا يا دكتور والله واسعدنا بحضرتك. يا رب يخليك. انت عارفه ان انا قلبي الصغير لا يحتمل، فبتعملي الحاجات دي علشان ما اعرفش اتكلم اصلا على حاجه. لا احنا نقدر، ده احنا جايبين حضرتك. انت قصده تخسري الشركه، مش هعرف اتكلم. مالي بالحاجات اللي بتعمليها دي؟ يا رب يديك الصحه فندم، حضرتك منورنا. وتحيه لشركه اي ام دي الادويه، لانه هي من الشركات المحترمه جدا اللي واجهه مشرفه لينا كمصريين. اي شركه في مصر بتدعم المصريين وبتدعم بلدها، ويعني عايزه اقول لك في نوع من الامانه، ودي اهم حاجه، واحط تحتها 100 خط. احنا يعني نوجه لها تحيه طبعا من خلال برنامجي، وحضرتك شرفتنا النهارده. اشكرك شكرا جزيلا. وطبعا النهارده احنا جايين نتكلم على الحاجه الخاصه بالجمال بقى، عشان كلك ذوق. يعني جزء. الخاصه بالجمال للسيدات، وارجوك تراعي السيدات الفترة. بص عايز اقول لك بس حاجه، المقدمه اللي انت قلتيها مش معنى ان انا مستشار للشركه اني هنقول حاجه مش مظبوطه، لا دي حقيقه. هم عندهم امانه قويه جدا، منتجاتهم محترمه جدا 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 ما شاء الله. انا شخصيا عندي ثانويه عامه، ربنا يا رب فاخو ابني صغير بديله ده. لا وانا ابن اخويا برضه، ما انا بقول لك ممتاز جدا جدا عشان تقويه المناعه والكورونا، وعشان الاوميجا 3 اللي فيه دي التركيز اللي هو محتاجه حاليا. دعواتك له ودعواتك للناس. يا رب يا رب ياخد بايديهم ويفرح اهاليهم يا رب. السنه دي كلنا نبقى فرحانين حاجه في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنعاني منها دلوقتي. دي حقيقه. ربنا يستر. تعالى بقى نتكلم على البروش النهارده. نتكلم بقى على البروش. البروش ودنيته، وعندي حد قريبتي، مدام قريبتي ضحكتني، فانا قلت هاجي اقول لك قالت لي ايه. انا بقول لك انت بتساليني دايما بروش بيجي بتفتيح امتى وبتاع، بقول لك أيوة. شهرين ثلاثه. لقيتها بتتصل بيا وبتحلف من اول يوم، يا ستي ده انت لو غسلتي وشك مش هيعمل كده. تقول لي لا هو من اول، يا ستي مش فهي بتحلف، فانا مش هقول على اسمك يا نصه ما تقلقش. مش هقول مش هقول، بس هي بتحلف. فانا عايز الساده المشاهدين بعد اذنهم المشاهدات الجميلات يجربوا البروش وياكدوا لي كلامها فعلا انه من اول يوم بجد، يعني انا بقول يعني شهرين ثلاثة. انا دايما بقول لك شهرين ثلاثة التفتيح. لا بس انا هقول حاجة ملاحظة ليه انا شخصيا، ياريت. اقولها بقى بأمانة الله، بروش ده انا لما جربته من اول يوم انا حسيت بترطيب عالي جدا يا دكتور على ايدي وعلى وشي، واصريت ان انا اخليه من ضمن الحاجات اللي انا بتعامل معاها يوميا، روتين معايا اساسي بالليل. انا معاكي، وده مش هقول لك لا فيه، مش هقول لك لا فيه، انما هي بتحلف لي ان تفتيح من اول يوم. انا بصراحة يعني بالجميلنا طيب بتقول لا بتحلف؟ لا لا دي حقيقة والله. فالبروش كريم تفتيح، كريم بالكولاجين، تمام. فيه ست مكونات، تعالي نتكلم عليهم، نتكلم كل فوائدهم. اول حاجه الكولاجين، تمام. بعد كده الفيتامين سي، بنسينول، ليكوريش، ايلاستين، وكوجيك اسيد. ست مكونات طبيعيه، وحط تحت الطبيعيه دي 100 خط. طبعا تعالي نتكلم على بروش لايه. بروش اهم حاجه للتفتيح، عشان نصه ما تزعلش اللي اتفقنا عليها. أيوة. قريبتي أيوة. اللي بتقول لك من اول يوم دي، ايوه، عشان كمان تفتيح المناطق الحساسه. هو ده المهم، مش تفتيح البشره بس. ترطيب. كولاجين يعني للشباب الصغيرين، الشابات الصغيرات، ان هي تحتفظ بالنضاره اطول فتره ممكنه. صحيح. للكبار ربنا يديهم الصحه يا رب، و40 50 سنه وفوق، فما فوق لسه مش كبار قوي، ابتدي التجاعيد. ايه ده يا دكتور؟ ده انت تكبرت الناس كلها. لا احنا نقدر، انا بقول لك فوق ال 80 فوق ال 70 فوق كده يا دكتور. لا فوق ال 70 فوق ال 80، لا ال 40 50 بيني وبينك التجاعيد بتبتدي تظهر. احنا لازم نراعي ده في الفتره دي. تراب وتلوث وشمس ودنيا وحكايه. فالبروش موجود فيه الكولاجين كمان، فهيبقى مفيد زي ما قلت لك، ترطيب للبنات الصغيرات وتجاعيد للكبار. تمام. تعالي بقى نشوف الفوائد. الست مكونات باختصار عشان وقتك. كولاجين زي ما اتفقنا، ترطيب للصغيرات، ايوه، ووقايه، وتحفظ نضاره وشها اطول فتره ممكنه. تمام. الكبار زي ما اتفقنا التجاعيد. طيب بروش كمان في الليكوريش. الليكوريش ده حاجه جامده قوي. ده خلاصه العرسوس بالظبط كده. بيعمل ايه؟ تفتيح للبشره، تفتيح بجد، تفتيح المناطق الحساسه. تكلمي في انه يحافظ لك على الخلايا الحيه. الله. يجدد لك الخلايا الميته. كويس قوي. طب اقول لك مفاجاه بقى، موضوع الانتفاخات والهالات السوداء. دايما اي كريم يقول لك ايه ابعدي عن منطقه العين، لا انا اقول لك استاذنك حطيه تحت العين
وبحركه دائريه وطمنيني على الانتفاخات والهالات. حاجه ممتازه ممتازه برش. معلومه جديده دي يا دكتور. انا بقول لك اهو. تعالي كمان مكان الحجاب والاشاره. بيعمل كده فرق لون ساعات. لا يوحد لي اللون. يوحد اللون ويفتح ويخليه جميل. الساعه والدراع الشمال مكان السواقه. الجزء ده لحد هنا عندي لون والباقي لون بالزبط. تاني خالص. بالظبط. المهم بتقولي بستخدم برش ايه؟ لا, لا انا عايزك تستخدمه. ما هو انا هستخدمه بقى بعد كده على كله. حلو الكلام. اكيد. ده الليكورش. تعالي كمان البانسينول. كمان ده مرطبة في البروش معروف من زمان طبعا. بنسينول كمان مضاد للفطريات والجراثيم والبكتيريا. ممتاز جدا جدا جدا. طيب كمان عندك الكوجيك اسيد ستريتش مارك. الله. المكان الولادة ومكان الحمل ومكان الكلف والنمش وده. فتقدر الست الحامل تستخدمه بشكل طبيعي لان الست مكونات طبيعية بروش يعني حتى لو هي حامل واثناء الحمل في اواخر الشهور ده يفضل كده كمان علشان ما يسيبش اثار. فهمت. كلف والنمش. كوجيك اسيد مع الكولاجين يحافظ لي ويعمل لي وقايه من حب الشباب ولو جه حب الشباب اثاره تروح. فالبروش هيبقى مفيد جدا جدا لده. ايه اللاستين؟ يقول لك شد الجلد. عارفه الحته دي؟ والحته دي والحته دي ودي. فالالاستين موجود في البروش يخلي الجلد المشدود مشدود النضر اللي بندور عليه كلنا. حلو قوي. موضه جديده طالعين اللي فيها دلوقتي يقول لك الحلزونه. يا ام الحلزونه شفتيها؟ لا. بيجيبوا الحلزون ويحطوه على وشهم. الصغنن. ايوه صح شفت. علشان يدي كولاجين ويدي اصلا مبارك. دماغي راحت للنجم عادل امام. معلش انا اسف. لا لا انا ما انا بقولها دايما كده عشان تفتكر عادل امام. بحبه جدا كلنا هزار. وتحيه للزعيم طبعا بتاعنا. حلو الكلام. زعيم عادل امام. الحلزونه يا ام الحلزونه دي بقى تديكي الكولاجين. انا ما اعرفش هم ازاي بيحطوا ده وازاي يستعملوا حاجه تمشي على وشهم. كل ده عشان كولاجين. طب البروش موجود فيه الكولاجين ويديك النضاره دي. كمان عايز اقول لك حاجه. الحلزون ده سعره كام؟ الاصل المتربي الافريقي. صحيح. لا ده بيجيبوه كمان دلوقتي من الجناين والحدائق ويحطوه على وشهم تخليهم الميكروبات والبكتيريا والدنيا. دي كارثه. طب واللي بتستخدم ماسكات عشان التفتيح والطبيب. طب ما البروش موجود. فتخيلي كل ده بالمكونات الطبيعيه دي. بما انه مكونات طبيعيه تقدر تستخدميه لاي سنه. كويس. بنوتك سنه عايز تدهني لها تدهني. والله ال 12 13 سنه. يعني ممكن نحطه مثلا لو جينا في مره بنغير بره واتزنقت ممكن تحطه مكان ال هو مش هو مش هيديني مكان ال 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 الحفاضات. الحفاضات مش هيديني. لا. ده بس ككريم, ككريم مثلا بعد الحمام ممكن بالظبط كده في تشققات هنا في الشتاء في مش عارف ايه في. فهمت. اوكي. يحافظ لي على النضاره دي الرطوبه دي والجمال. بالظبط كده 12 13 سنه دي علشان يحافظ لي من حب الشباب. ايوه كوقايه من حب الشباب علشان تحتفظ بنضاره الشباب حتى لو مش ظاهر عليها حب الشباب يا دكتور. كوقايه كمان. لكن اللي ظهر بقى هيشيل الاثر بتاعه الكولاجين والكوجيك اللي موجود في البرش. ممتاز. كمان بتتكلمي اني اللهم صل على سيدنا محمد زي ما اتفقنا كبار التجاعيد. التفتيح. طب اقول لك حاجه بقى. تفتيح المناطق الحساسه. تمام. تقدريش تحطي على المناطق الحساسه كيميكال طبعا. ولو حطيتي واداكي تاثير كويس النهارده يديكي بعد كده اغمق. تاثير سيء طبعا أسوأ منه. والتهابات والتسلخات. الليكورش الموجود في البرش يديكي تفتيح المناطق الحساسه. حطي تحتيها ميك وامن. بالظبط. امن ده اهم حاجه انه حاجه طبيعيه. معلش كده بقول لك طبيعي. تقدر تستخدميه لاي سن في اي وقت كمان. في اي وقت في النهار او الليل. انت بتتكلمي حاجات طبيعي. في فيتامين سي كمان نسيناه. فيتامين سي ده بيعمل ايه؟ بيديني وقايه وحمايه اشعه الشمس. كمان يديني تفتيح للاوعيه الدمويه عشان يديك الحمار والنضاره اللي انت عايزاها. هايل. كل ده موجود في البروش. يبقى اي وقت في اليوم. تمام. اي سن. كويس. في صيف او شتاء مفيش ادنى مشكله خالص. هايل. فبروش زي ما بقول لك اهم حاجه فيه كمان بقى ايه؟ سعره الاقتصادي. سعره مفاجاه خلينا ما نقولوش للناس. تمام. الناس عم تتصل. هتلاقيه موجود في كل الصيدليات. طب لو مش موجود عشان عندنا اصدقائنا في شبرا هم اتصلوا وقالوا مدام سميره وبتقول لنا مش لاقيينه يعملوا ايه؟ تحياتي لمدام سميره. هتتصل بالرقم بتاع الشركه. ايوه. يقول لها مش موجود في الصيدليه الفلانيه، موجود في الصيدليه الفلانيه اكيد. او تطلبوا من الصيدليه دي هو يومين ويكون عنده بمشيئه الرحمن. والله يا دكتور احنا بنشكر حضرتك جدا بجد يعني سعداء بوجودك. انا اشكرك. وارجو بقى ان حاجه تبقى فيها. اقول لك حاجه بس اخيره. انه واخد تصريح وزاره الصحه وده اهم حاجه. فبتتكلمي انه امان وفي كل باتشايه انا بتاكد منها ان الحاجه موجوده فيها. مفيش ميكروبات ومفيش اي حاجه عشان الدنيا ايه. فكل المميزات دي موجوده في بروش. اهم حاجه التفتيح زي ما اتفقنا. ونصه ما تزعلش مني اللي قالت لي من اول يوم. ربنا يخليك يا دكتور. ميرسي. نشكر طبعا ضيفنا اللي شرفنا ونورنا النهارده دكتور اكرم غانم المستشار الطبي لشركه امازي للادويه. شرفتنا ونورتنا. اشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا. شرف لي. وتحياتي كل مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا النهارده. والنهارده عملنا الكيك. انا كل اللي عملتها ضربت الكريم شانتيه مع الشوكولاته المذابه. اديتني الشكل ده سبتها تجمد نص ساعه وبعدين اديتها الوش الشوكولاته اللي اتفقنا عليه. اتمنى يا رب. لا احنا بعد الهوا هنشوف موضوع ده. انا مش قادر. انا مش هنقدر. هنشوف حضراتكم يا رب يا رب على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. تحياتي ودعائي لكل اولادنا في الثانويه العامه. ربنا معاكم حبايبي. تفرحوا قلبنا ان شاء الله السنه دي وتفرحوا قلب اهاليكم. من هنا لحلقه جديده. اشوف حضراتكم على الف خير وسلام عليكم.